يبدأ أحداث مسلسلنا لما بيجي بطلنا ويليام لقبر أخوه، وفجأة بنشوف بطلتنا ماريا، واللي بتبدأ تترشى ويليام ليصدق كلامها وإنها مو شخص يلي خلصت على أخوه، ولكنه بيكون معصب منها كتير، فبتقوله بإنها لما وصلت لبيت أخوه هو كان أوريدي توفى، بمعنى إنه هي مو الشخص يلي خلص عليه، وكمان بتطلب منه يصدق إنها حامل منه، بس هو بيقول لها بإنه عمره ما لمسها، لهيك مستحيل تكون حامل منه، وبيقول لها بإنه حتى لو كان ابنه فهو رح يتركها تجهضه غصبا عنها. فبتسأله عن لو كان بيكرهها كتير، طيب ليش تركها تطلع من السجن؟ وبيعترف بإنه السبب يلي تركه يطلعها من السجن بس لينتقم منها، وبيشبر حراسه ليسووها في داخل هالصندوق. وبالفعل المسكينة بيتركوها لحالها هنيك رغم إنها بتمطر، وفي الليل بتقدر تطلع من الصندوق وبتكون مرة خايفة، وبتتذكر كل يلي صار بينها وبين ويليام في هذيك الليلة، لهيك صارت حامل. وفجأة بتعترض هالسيارة طريقها، وهون بتنصدم لما بتشوف ويليام معها البنت يلي اسمها آنا، وبتشوف كيف زوجها بيعتني فيها أكتر منها رغم إنه هي اللي بتكون زوجته، وبيغمى عليها. وفي الليل بتضب كل أغراضها عشان تترك البيت، بس بيمنعها ويليام من إنها تروح بحجة إنه هو لساته ما انتقم منها لأنها خلصت على أخوه، فبيسحبها للغرفة وبيقول لها بأنه بدون موافقته ما تقدر تطلع من البيت ولا حتى تفكر تهرب منه. فبتحاول آنا تستغل غضب ويليام وتطلب منه يطلق ماريا، وبنعرف بأنه آنا حامل من بطلنا، لهيك بتطلب منه يطلق ماريا لأنها حامل من رجال تاني. فبيقول لها بأنه هو بيعرف إيش بيصير، لهيك مو داعي تخبره بشو لازم يسوي، وبيروح. فبتحقد آنا كتير على بطلتنا، وفي نفس الوقت بتكون خايفة إنه ويليام يعرف إنها حامل منه. فبنعرف بأنه في نفس الليلة اللي كانت بطلتنا سوت علاقة مع ويليام، الشريرة استغلت الفرصة وأخذت مكان ماريا، لهيك بطلنا متأكد 100% إنه أنا حامل منه وبطلتنا مش حامل منه. وفي الليل بيجوا هالأشخاص وبيسووا الإبرة لماريا وبيتم نقلها للمشفى، وطلع هدف أنا هي تخلص على جنين بطلتنا، وبتخبرها بأنه ويليام هو يلي طلب منها لتاخد بطلتنا لتجهض الجنين، بس ماريا ما بتصدق كلام الشريرة، ولكن أنا بتقنعها بأنه بطلنا بده يخلص على جنينها لأنه بكل بساطة بتكون المجرمة يلي خلصت على أخوه. ولما بتسمع آنا صوت ويليام بتجرح إيدها وبتعطي لماريا السكين، وطبعا بطلنا بيصدق كلام آنا وأنه ماريا حاولت تأذيها، فبتقول له بطلتنا بأنها ما تقدر تطلع من البيت بدون إذنه، فلهيك كيف راح تقدر تجي للمشفى وتأذي آنا كمان؟ بس الشريرة بتبرأ حالها وبتتهم ماريا وإنه هي يلي طلبت منها تأخذها للمشفى لهيك ساعدتها، وطبعا بطلنا بيوثق في كلامها وبيترك ماريا لحالها. ولما بترجع للبيت بتحس حالها مش بخير، أما ويليام فبيسألها عن ليش رجعت لبيته، فبتطلب منه الطلاق بس هو بيرفض وبيخنقها، وبعدها بيسحبها لعند آنا وبيطلب منها تضل تعتني فيها لحتى يتعافى جرحها. فلما بتذكره بأنها بتكون زوجته بيقول لها بأنه هو ما بيعتبرها زوجته أبدا، فبتسأله عن ليش طيب وافق ليتزوجها، فبيقول لها بأنه هو وافق يتزوجها بس لينتقم منها، وبيطلب من آنا تتصل فيه لو حاولت ماريا تأذيها، بس يلي بيصير العكس تماما، الشريرة بتجبر بطلتنا لتركع برات البيت رغم إنها بتمطر، ولما بترفض بتتصل بويليام قدامها وبيجبر ماريا لتنفذ أوامر آنا، وبعدها بتحذر الخدم إنهم لو حاولوا يساعدوا بطلتنا رح تطردهم من البيت. أما المسكينة فبتفقد الوعي، ولما بيوصل ويليام بيصدم لما بيشوف حالة بطلتنا وبياخدها للمشفى، وبنعرف بأنه بطلتنا لما عرفت إنها حامل كانت فرحانة كتير لتخبر ويليام بالخبر، بس انصدمت لما عرفت بأنه أنا حامل منه، لهيك خبرها ويليام بأنه أنا رح تضل تعيش معهم في نفس البيت غصبا عنها لأنها حامل وبتكون بطلتنا في غرفة العمليات. ولما بتوصل أنا بيسألها ويليام عن ليش سوت هيك ببطلتنا، بس هي بتبرأ حالها وإنها ما كانت بتعرف شيء، فبيعرف بطلنا من الممرضة بأنه بطلتنا وطفلها مناح،
بس هي محتاجة لراحة عشان تتعافى، فبتعصب أنا كتير لأنه بطلتنا ما فقدت جنينها، لهيك بتجي وبتجبرها لتشرب الأعشاب عشان تفقد الطفل. بس ماريا بترفض إنها تشرب الأعشاب وبتعترف بإنها بتعرف إنه أنا مش حامل من بطلنا، لهيك بتطلب منها ما تحاول تستفزها بدون فايدة. ولما بتسمع صوت ويليام جاي بتسأل ماريا عن ليش بترفض تاكل الشربات تبعها، فبيجي بطلنا وبيسأل بطلتنا لو كانت بخير، بس هي بتطلب منه يروح، ولما بيرفض بتقرر إنها تروح، فبيمنعها من إنها تروح لأنها لساتها ما تعافت، وبيطلب منها تضل في المشفى، وبعدها بيروح، ولما بيطلع من الغرفة بيطلب من أنا ما تضل تجي لتقابل ماريا، بس هي بتحقد على بطلتنا أكتر، ولما بتشوف ويليام بيجهز الشربة لماريا بتتظاهر بإنها بتنزف، ولما بياخدها للمشفى بتخبر الممرضة بأنه أنا محتاجة للدم ضروري، لهيك بتطلب منه يروح لعند ماريا ويقنعها لتتبرع على أنا لأنهم عندهم نفس فصيلة الدم. بالفعل بيوافق بطلنا، لهيك هذا يلي بيصير، بياخدوا دم بطلتنا رغم إنها حامل. ولما بتصحى بتخبرها أنا بكل السالفة وإنه ويليام وافق لياخدوا دمها غصبا عنها، وبتخبر بطلتنا بإنها فقدت جنينها، وبتنصدم بطلتنا لدرجة أنه بيغمى عليها، بس اللي ما بتكون بتعرفه ولا حدا بيكون بيعرف أنه بطلتنا ولدت طفلها، بمعنى أنه طفلها لساته عايش وراح يصير الحين ابن آنا. فلهيك لما الممرضة بتطلع بتخبر ويليام بأنه آنا ولدت طفلها، بس ماريا فقدت جنينها بسبب أنها تبرعت. وهون بطلنا بينصدم لأنه هو وافق أنه يتبرع حدا تاني لآنا، بس ما كان بيعرف أنه المرأة اللي حكت عنها الممرضة هي بتكون بطلتنا ماريا، وبينصدم أكتر. فلهيك بيجي ويليام لعند ماريا وبتسأله عن ليش وافق أنها تتبرع رغم أنه هو كان عارف أنها حامل، وبتضل تلومه وبتقوله بأنها ما توقعت أنه هو بيكرهها لهاي الدرجة، بس هو بيقول لها بأنه كل شي صار بالغلط. فبتجي آنا وبتعتذر لماريا وبتقول لها بأنها ما كانت بتظن أنه رح يصير كل هذا، بس بطلتنا ما بتصدق كلام الشريرة وبتطلب منها تروح. فبتقول لبطلنا بأنها ما رح تسامحه هو وآنا طول حياتها لأنه بسببهم فقدت طفلها وأغلى ما عندها، ولما بتكون رح تروح بتفقد وعيها. فبيعرف من الممرضة بأنه حالة بطلتنا النفسية والجسدية مو منيحة ولازمها ترتاح لتتعافى بسرعة، لهيك بيجهز لها الشربة، بس هي بترفض إنها تأكل. فبيسألها عن ليش بترفض وبيقول لها بإنها لو ضلت هيك رح تموت، فبتقوله بإنها بدها تموت وتخلص منه وبتطلب منه يروح. أما الشريرة فبتقترح على ويليام إنها تعطي ابنها لبطلتنا لتعتني فيه، وبالفعل هذا اللي بيصير. بس في الليل بتجي آنا وبتخلص على الطفل، وفي الصبح بتتهم ماريا بإنها خلصت على طفلها وبتضل تهينها وتلومها. أما ماريا فبتكون مصدومة، بس المعجزة إنه الطفل بيصير منيح، وآنا بتطلب من ويليام ليأخذوا ماريا للسجن لأنها حاولت تخلص على ابنهم. فبيعرف ويليام من تحاليل الدي إن إيه بأنه بطلتنا ما كانت حامل منه، لهيك مباشرة بيجي لعندها وبيسألها عن ليش كذبت عليه. فبتشرح له بأنه التحاليل كذابة وهي حامل منه، بس هو ما بيصدقها. فبتقول له بأنه لو ما كان بيصدقها فمن الأحسن يطلقها، بس هو بيرفض وبيسحبها للمشفى تبع الأمراض العقلية وبيضلوا يضايقوها. وبتكون أنا هنيك مع الدكتور يلي مسؤول عن المشفى وبتضل تستمتع معه. واليوم اللي بعده بتجي أنا لعند ماريا وبتخبرها بأنها رح تتزوج من بطلنا الأسبوع الجاي، بس ردت فعل بطلتنا بتكون عادية. فبتطلب منها أنا لتوقع على اتفاقية الطلاق، وبالفعل بتوقع، وبعدها بتكون بتفكر تنهي حياتها وتخلص من كل هالعيشة، بس بيمنعها هالشخص. وبنعرف بأنه هاد بيكون صديق بطلنا واسمه كيفن، وحتى بطلتنا بتعرفه. فبيتصل ببطلنا وبيخبره بالسالفة وأنه ماريا كانت رح تنهي حياتها لو ما وصل هو في الوقت المناسب. فبتورجيه أنا أوراق الطلاق وبتقوله بأنها ساعدته ليطلق بطلتنا، بس هو بيسألها عن كيف تجرأت لتطلب من ماريا الطلاق وبيعصب منها كتير. أما بطلتنا فلما بتصحى بتلاقي حالها في بيت غريب وبيطلب منها كيفن لترتاح. فلما بيوصل ويليام بيضلوا يتشاجروا وبياخد معه ماريا غصبا عنها، وبيسألها لو كان كيفن هو أب طفلها، لهيك راحت لعنده.
فبتحاول تشرح له بس ما بيصدقها وبيضل يضايقها، ولما بتحاول تهرب بيغمى عليها. ولما بتصحى بتلاقي ويليام والدكتور وبتكون خايفة كتير وبتطلب من الدكتور ما يلمسها، بس بيمسكها ويليام وبتاخد المخدر وبيغمى عليها. فبيخبر الدكتور لبطلنا بأنه احتمال كبير أنه ماريا ما تصير أم مرة ثانية، كما أنه بياخده وبيورجي له الجروح اللي في جسم ماريا وبيقول له بأنها كانت بتتعرض للضرب، لهيك أول ما شفته كانت خايفة أنه يلمسها. وبالفعل بيقدر يلاقي تسجيل كاميرا المراقبة تبع المشفى وبيطلب من آنا لتشوف معه الفيديو، وبتكون خايفة كتير وأنه يتم فضحها. وبالفعل بيكون حتى تسجيل صوت آنا يلي بيدل أنه هي يلي طلبت من المرضى ليسووا هيك في بطلتنا. فبتبدأ تبرأ حالها وإنها سوت هيك لأنه ماريا حاولت تتخلص على ابنها، بس بطلنا ما بيصدقها وبيطلب من حراسه لا ياخدوها تركع برات البيت، وبالفعل هذا يلي بيصير. أما بطلتنا فبتكون بتحلم بكابوس، وبيجي لعندها بطلنا وبيخبره ومساعده بأنه شو رح يصير لو عرفت بأنها ما رح تقدر تصير أم مرة ثانية. بس ويليام بيكون مخطط أنه ما يخبرها، بس طلعت ماريا سمعت كل شيء. وويليام بيكتشف بأنه أنا نشرت في كل مواقع التواصل الاجتماعي بأنها رح تتزوج من بطلنا، فلهيك بيسألها عن كيف تجرأت لتسوي هيك. فبتقول له بأنها خايفة على طفلها وأنه يكون بدون أب، ولأنه ويليام غبي كتير طبعا ما شاء الله عليه بيوافق على فكرة الزواج، لأنه حاليا ماريا بتعتبر مو زوجته. فلما بتطلع بطلتنا من الغرفة بتسمع كلام ويليام وهو بيحكي على الزواج، لهيك ما بتهتم، بس هو بيسمع صوتها لهيك بيسألها لو كانت بخير. فبتقول له بأنه مدعي الظاهر بأنه هو بيهتم فيها لأنها بتعرف أنه هو رح يتزوج آنا، لهيك بتطلب منه يتركها تروح، بس هو بيرفض انه يتركها تروح عشان ما تكون مع رجال ثانية غيره. فبتقوله بانها وقعت على اوراق الطلاق وكمان فقدت جنينها، لهيك بتسأله عن ليش ما بده يتركها تعيش بسلام. وبالفعل بيجي اليوم المنتظر، يوم الزواج، وبتطلب انا من النادل ليسكب المي على بطلتنا، وبعدها بتطلب منها تروح لتغير ملابسها، بس بتكتشف بأنها عطت لها فستان الخدم ومع هيك بتلبسه، بس ما بتقدر تسكر أسرار الفستان. فلما بيجي ويليام بتأمره ليطلع من الغرفة، بس هو بيتقرب منها وبيسكر لها أسرار فستانها، وبالغلط بتوقع عليه. فبيقول لها بأنه هو بيعرف أن فستانها تبلل، لهيك بيطلب منها تضل في الغرفة ليعطي لها فستان جديد. وبالفعل بتطلع حلوة أكتر من آنا يلي هي العروسة. فبيطلع ويليام فوق المسرح وبيخبر الكل بأنه هو ما رح يتزوج آنا لأنه ماريا هي بتكون زوجته وكمان أم لطفله، والكل بينصدم. فبيطلب بطلنا من حراسه ليطلعوا آنا برات القاعة، أما بطلتنا فبتروح، بس بيلحقها ويليام وبيطلب منها تضل معه. فبتقوله بأنها ما رح تصدق ألاعيبه الجديدة، وإنها بتعرف إنه هو بيسوي هيك عشان يستمر وينتقم منها مرة ثانية. وبعدها بتروح. وبعد أيام بتقدر الشريرة تخدر بطلتنا، وبتطلب من هداك الدكتور ليسوي علاقة مع بطلتنا، وفي المقابل رح تعطيها 10 ملايين. بس اللي صار إنه كيفن عرف السالفة، لهيك قدر يساعد بطلتنا وأخدها لبيته. وبعدها إجا ويليام لبيت كيفن وظن بأنه هو كان بده يضايق بطلتنا، لهيك بياخدها لبيته. وبعدها بيصير اللي صار، وبيعرف بأنه آنا هي اللي كانت مسؤولة عن اللي صار البارح. فلما بتحاول تبرئ حالها بتلاقي حالها متهمة أكتر بكتير، وبيقول لها ويليام بأنه مو داعي تكذب عليه لأنه هو الحين صار بيعرف كل حقيقتها. وبيطلب منها تطلع من البيت، بس هي بتجي وبتحاول تخلص على الطفل، بس لما بيجي ويليام بيظن أنه بطلتنا هي اللي حاولت تأذي الطفل، وفي نفس الوقت بيكون شاك في آنا، بس ما بيكون بيعرف مين الفاعل الحقيقي. وفي المساء بيجي هداك الدكتور لعند بطلتنا وبيسرق منها طفلها وبيكون راح يرميه من البلكونة، فلما بتحاول توقفه بالغلط بتوقع معه. وبينصدم ويليام لما بيعرف السالفة، وبيعرف كمان انه بطلتنا توفت وانه الطفل بيكون ابنهم وابن آنا، وبيندم كتير. بس الحقيقة انه بطلتنا لساتها عايشة، وويليام بيضل يعامل آنا مثل الختامة وبيسكب عليها المي، وبيقول لها بأنه هو رح يتركها تتمنى الموت وما تلاقيه لأنها فكرت تتخلص على أخوه. أي صح، مثل ما سمعتوا أنا هي اللي خلصت على أخ بطلنا. فبتترجاه يتركها، بس هو بيرفض. وبالصدفة بيشوف صورة بطلتنا،
وبيعرف إنها في نفس الحانة اللي فيها، لهيك بيجي لعندها وبيطلب منها تروح معه، بس هي بترفض، وفي المقابل بتروح مع كيفن. وفي الليل بتحس حالها إنها مش بخير، فبيجي كيفن في الوقت المناسب وبيعطي لها الدواء تبعها، وبتقدر تأخذ رماد طفلها. بس بيعترض طريقهم ويليام وبيطلب من حراسه ليمسكوا كيفن، وبعدها بيرمي رماد طفلها على الأرض. فبتسألوا عن ليش بيلحقها لأي مكان بتروح لإله، وليش بده يتخلص من رماد طفلها، وبيغمى عليها. وبيعرف من الممرضة بأنه بطلتنا مريضة بالقلب، ولما بتصحى بتطلب منه يعطي لها رماد طفلها وبتصفعه. بس فجأة بيجي هالطفل وبناديها بأمي، وبتعرف بأنه هو بيكون طفلها، فبتفرح كتير. بس رغم هيك بترفض إنها تسامح ويليام أو ترجع له، وبتترك ابنها معه. واليوم يلي بعده بيتم اختطاف ماريا من طرف آنا، وبتوعدها بأنها رح تخلص عليها اليوم. ولما بيحاول ويليام يساعد بطلتنا بتضربه الشريرة، وبعدها بتهددوا بحياة بطلتنا وإنه لو حاول يساعدها رح تخلص عليها. بس هو ما بيتم، وبالفعل بيتأدى عوض بطلتنا وبتحزن عليه كتير، وفي نفس الوقت بتكون خايفة إنه يموت. وأما آنا فبتصير مجنونة وبتدخل للمشفى تبع الأمراض العقلية. وبعد أيام بيصير ويليام منيح وبيرجعوا لبعض، وبيعترف لها بأنه هو بيحبها، وكمان بيعتذر منها وعن كل اللي سواه في الماضي. وبعد أسبوع بيسووا حفل زواجهم، وبيعترفوا بحبهم لبعض وبيتزوجوا وبيعيشوا سعداء.